السلام عليكم، أنا عشاب جزائري مدرس قناة العربية السعودية. من إكمال تغطية عن حالة بوتفليقة الصحية والمظاهرات في الجزائر، متهما قناته بالوقوف ضد الشعب الجزائري، وقال الشاب الذي كان يقف إلى جانب المراسل أن السعودية هي التي أتت بنظام بوتفليقة، وإنها وقناة العربية تعملان ضد الشعب الجزائري. وقامت القناة بقطع الصوت عن المراسل والانتقال إلى استوديو الإخبار مباشرة. وفي الأخير نشكرك على حسن المتابعة. تنفس اصطناعيا، حالته الصحية دقيقة جدا ومعقدة جدا، وهو ما عاد في وضع. السعودية التي أتت بتطليقها، السعودية وقناة العربية كميلة ضد الشعب. هذا إذن ما نعم. شكرا جزيلا لك حسين، كنت معنا من أمام المستشفى الجامعي في جنيف، وما زلنا في متابعة أيضا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.